وسهلا بكم أعزائي المستمعين في فقرة قصة نجاح في برنامجنا هنا البداية. اسمي بالبداية اسمي دكتورة شيماء المظفر، أخصائية الباطنية في منطقة فولز تشيرش، and الأونر والميديكال دايركتور of ميلينيوم ميديكال سنتر. يعني لا يمكن إنه واحد يجي على أمريكا من بعد ما يخلص طب بدولته وانه يحاول يمارس الطب هناك. كيف كانت بدايه المهنيه بتاعك؟ طبعا ايام كثيره اصيبت بالاحباط. هل في صعوبه باش ان واحد يتحصل على شغل وخصوصا في الكارير بتاعكم؟ دائما يكون المقارنه بينك وبين الطبيب الامريكي تحديات اكثر واكثر. التحديات تكون بالعكس يومية، مو المهم انه شلون توصلين للشغل وانما شلون تحافظين عليه بنفس المستوى وتركين امبريشن حلوة. اكثر حاجة تفتقديها في العراق؟ الوطن. تحبين من يوم اليوم انه تقدرين تساعدين او تقدمين مساعدة لابناء وطنك. الاشياء الحلوة اللي في العراق وتتمنيها هنا. السوشيال بارت. هل النجاح ضربة حظ؟ فيه ضربة حظ. في الشخص المناسب بالمكان المناسب. نحب نلقي ضوء على الخدمات اللي يقدم فيها المركز. نقدم الخدمات الباطنية والخدمات الأسرية. ضفنا من قبل 3 سنوات الأشياء التجميلية. واحدة من الأشياء اللي نحبها أو نحب نمارسها يومياً هي أمراض السمنة. موضوع مهم عند معظم المستمعين وخصوصاً النساء. والله الرجال كمان يعني. التعامل مو سهل. يعني وصعوبات كبيرة، فمدام إحنا موجودين بهذا المجتمع إذن لازم نأخذ الأشياء الزينة، خلينا نستفاد من الأشياء الحلوة بأمريكا. صح. شكرا جزيلا وأحب أشكركم جدا على استضافتي، تمتعت كثير بهذا اللقاء وإن شاء الله نقدم شيء بالتعاون معكم حلو يخدم الجالية ونساعدهم على تجاوز كثير من الصعوبات. إن شاء الله. يعني.